صغار في الذهاب وفي الإياب، هذا كل شأنك يا عرابي؟ والله ما أنصف أمير الشعراء أحمد شوقي أحمد عرابي. إحنا في طابية عرابي في دمياط، زي ما انتم شايفين كده الطابية متسمية باسم أحمد عرابي، وهذه القصيدة اللي أنا بقرأ لكم أطلعها بس لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي كان يسكن على نيل مصر القاهرة طبعا عروسة، وكتبها حين عاد أحمد عرابي من المنفى بعد 20 سنة. ولما جيت المكان حسيت إن الشجرة دي هي بالظبط أحمد عرابي. أحمد عرابي نبت من الأرض المصرية، مصري 100%، وهو صاحب الشعار كبير مصر للمصريين. طب في حاجة ما فيها حاجة دي؟ يعني في أجمل من كده؟ ليه مصر للمصريين؟ لأنها ما كانتش للمصريين. فلما نيجي بقى لأحمد عرابي وطبقة عرابي، الطبقة دي أولاً أنشئت مع الاحتلال الفرنسي في أواخر القرن اللي يبقى إيه بقى؟ يبقى الـ 18، آخر القرن الـ 18، 1798. وهما مشوا في واحد، وبعدين جه محمد علي وجت القصة. والطبقة دي احتمى فيها أنصار أحمد عرابي. أحمد عرابي ليه بقول لك زي الشجرة دي؟ لأنه ما عاد يثمر، خلاص ما حدش، وبدأت بعض الناس في كتير يعني تهاجم أحمد عرابي. هي القضية عايزة منك أنت تفكير. لو أنت جهدت في سبيل إن مصر بلدك تعود للمصريين، وبعدين نفوق 20 سنة وعايز ترجع، تعمل إيه؟ ممكن يكون عرابي أخطأ، بس بسبب الحنين وبسبب الظلم اللي وقع على أحمد عرابي ممكن. لما كتب في مذكراته انه كتب للملك الانجليزي جورج، يعني انا موافق على اللي بيتعمل في انجلترا بتعمله في مصر، ودي حاجه كويسه وبتطور وبتعمل، وانا عايز ارجع بلدي، وانا مش هلعب سياسه تاني ومش هعمل سياسه تاني ومش هعمل حاجه. فرجعوه منكسر ومات وحيدا. انما لما تيجي بقى لقصه عرابي، لان احنا هنا في طابيه عرابي، المكان دوت اللي بيقولوا ان الاثار رصدت له ميزانيه، ده بيحتمي فيه الجنود، المكان اللي شايفينه ده، عشان يطوروه عشان يعملوه يعني يجددوه يحافظوا عليه، لانها حاجه اثر كبير. لكن لسه المسائل متعطله شويه، ولذلك احنا ما قدرناش نخش جوه ونطلع فوق لانه السلالم مهدمه من جوه. لكن بالصدفه بقى لابد ان احنا ادي لك ملمح صغير عن ابن العمدة المصري والتاني ابن محمد علي اللي مش مصري، حفيده. والقصة باختصار كبير جدا قصة ثورة عرابي اللي كنت بتخانق مع ستي، يقول لها يا ماما فاطمة ثورة عرابي، تقول لي يا أخويا هوجة عرابي. الطبيعة اللي احنا قدامنا دي بقى اللي سميت بطبيعة عرابي دي ليه حكايات قديمة كتير، يعني من أيام المماليك، لأن المنطقة هنا عسكريا يعني استراتيجيا منطقة مهمة، لأن هنا البحر على طول، فده منفذ البحر المتوسط. فتوالت الحاجات في الطبيعة حفاظا عليها قبل العصر المملوكي، و بعد كده ما جت الحمله الفرنسيه قلت لكم، وبعدين محمد علي اهتم بيها، وبعدين بعد كده بقى كذا حاكم في مصر
اهتموا بيها وجددوها وعملوها، لكن هي تعتبر في العصر الماضي، في العصر اللي هو كان فيه المباني مش متوفرة في كل الدول، يعني تعتبر سكن عسكري كبيرة. يعني ديش انت تكتبي كلها مساحة كبيرة جدا، طبعا في حاجات راحت يعني مع الوقت، يبقى فيها قوات جيش كتيرة محمية كبيرة، ودي اللي جه فيها القوات اللي تبع عرابي. عرابي ما جاش هنا، لكن اسمه ظل موجود. عرابي ده كان ابن عمدة كبير، كان عندهم أراضي، وكان هو ممشوق القوام، ويعني له هيبة في الطلعة. فكان هو بقى عنده 20 سنة، كان بقى نقيب، وده حاجة كبيرة جدا يعني، دي كانت زمان مش سهلة، وكانت دي لسه بدايات ان يبقى في ضباط كبار مصريين. بتيجي ترجع لثورة عرابي هتلاقي في بقى كتب بقى كتير جدا وفيها تفاصيل جديدة، في ناس ما حبتش احمد عرابي، وفي ناس حبت احمد عرابي، وفي ناس كرهت احمد عرابي، وفي ناس كتير افترت على احمد عرابي. فلو انت بصيت شويه كده لاحمد عرابي هتلاقيه الحركه بتاعته كبرت. طبعا القصه الشهيره اللي بعض الناس بينكروها، وممكن يكون عندهم وثائق بتقول ان ده ما حصلش، ان عرابي وقف قدام الخديوي وقال له انا استعبد بعد اليوم، انتم عبيد واحساننا، والقصه الشهيره دي يقال البعض اتقالت ما اتقالتش. لكن احمد عرابي ضابط مصري كبير، هو اترقى شويه وبعدين وقع احد يعني خديوي، وبعدين في عهد الخديوي اترقى بقى امير الاي، بقى باشا، وكان ضابط كبير. لو عرابي وحش الا يكفيه؟ ده كان الياور بتاع الخديوي اسماعيل، الامن الاساسي بتاعه يمشي جنب الخديوي. طب هو حصل له ده كله، وهو بقى عنده كام اراضي؟ كان عنده مش عارف شو 80 90 فدان وطورهم وبتاعه، بقى بيقولوا في الارقام 500 700 فدان، يعني كان راجل غني. ثم حصل على رتبه باشا امير الراي في الجيش المصري، ودي حاجه مش قليله. لكن الانجليز قال لك ايه بقى، احنا مش عايزين ضباط مصريين كتير وكبار، الضباط دي لازم تمشي، الضباط دي المصريه دي لازم تمشي، الكبار دول اصحاب الرتب الكبيره لازم يمشوا، عشان يبقى الضباط اللي موجودين كلهم الاساسيين بقى شرقسه بقى والقصص فمن هنا الضباط اعترضوا وبدا ما يسمى بثوره احمد عرابي وثوره. على فكره ثوره عرابي لو كانت نجحت كانت تاريخ مصر اتغير خالص خالص، لكن ما حصلش النجاح. هل احمد عرابي كان رجل مغرور ويريد ان يحكم مصر وحاجات زي كده؟ طب والشيوخ اللي كانوا معاه؟ طب والبابا بتاع المسيحيين؟ طب والحاخام اليهودي؟ طب وال 300 واحد من الاسره المالكه؟ لما الخديوي شال احمد عرابي عزله، اجتمعوا كل دول شيوخ، واساميهم موجوده عندكم في النت، مش عايز اقول عشان ما اوريكوش باسماء هتنسوها بعد نص دقيقه. قالوا ان الخديوي ده مرق، لان الخديوي ده تحالف مع الانجليز، الخديوي ده عزل احمد عرابي وتحالف مع الانجليز في السر، والانجليز خدوه بقى في مذبحه الاسكندريه، القصه الكبيره بتاعت الاسكندريه ديت، خدوه هم في الامن بتاع الانجليز، حوطوه خدوه من قصره في الرمل ودوه راس التين حمايه مع الانجليز، ده الخديوي هو اللي تواطى مع الانجليز. والتاريخ يثبت انه المجموعه دي كلها اجتمعت، شيخ الازهر، مفتي الديار المصريه، المسؤول المسيحي اكبر راس مسيحيه في البلد، الحاخام اليهودي، الاسره المالكه اطراف منها كتير، الاشراف والاعيان اجتمعوا وقالوا ان الخديوي ده مارق، ده رجال الدين قالوا الخديوي ده مارق، وان احمد عرابي مش هيعزل. لكن طبعا الانجليز خدوها فرصه وانطلقوا، حصلت حرب بقى في كفر الدوار، وانتصر عرابي، والانجليز دخلوا وقالوا لا ده احمد، بص بقى عشان تعرف الحكام لما يحبوا
يفرضوا حاجة مش حقيقية. الشكل العام بيقول إنها مش حقيقية. قالوا ده أحمد عرابي هو اللي دخل الإنجليز مصر. ده أحمد عرابي إزاي؟ إذا كان الخديوي قال لعرابي روح حارب الإنجليز وفي نفس الوقت اتصل سرا بالإنجليز وقال لهم مش عايز أحمد عرابي ده، أنا عايزكم تحموني. يبقى إزاي؟ يعني إزاي هي كانت مطامع شخصية لأحمد عرابي؟ مش عارف الحقيقة. التاريخ مربك ومحير وصادق وكاذب جدا، لأن اللي يكتب التاريخ هو غالبا المنتصر. طب أنا أصدق حد جه خرج قال مع كل الاحترام والتبجيل لسيدنا الشاعر الكبير أحمد شوقي، أصدق كلام أحمد شوقي ولا أصدق حوالي 400 شخص هم القيادة صفوة المجتمع المصري بشيوخ والآباء المسيحيين والحخام اليهود، الناس دي كلها قالوا لا احنا عايزين أحمد عرابي؟ فالتاريخ زي ما بقول لحضراتكم فيه كده وفيه كده. يعني عمنا الشاعر الكبير أحمد شوقي لما قال القصيدة اللي قلت لكم اطلعها من شوية كان قالها وعرابي رجع، مرة عرابي رجع. وعلى فكرة كمان الزعيم مصطفى كامل ما كانش مرتاح لفعل عرابي في العودة في رجائه للإنجليز إنه هو يرجع، وقال إن ما كانش يجب أن ينتصر الحنين على المبدأ إن أنت بتهاجم الناس دول والناس دول بيعملوا كذا، وكان مصطفى كامل بيعمل دوت. لكن ما حدش يقدر يتكلم نيابة عن حد. يعني عرابي قعد 20 سنة في سيلان وسريلانكا ومش عارف ايه، اتجوز هناك وخلف هناك ولاد وصبيان وبنات، وحتى لما رجع بال4 صبيان بس ما رجعوش البنات هناك. والطريف انه حد من ولاد البنات دول بعد عمر الزمن بقى سفير سريلانكا في مصر، لانه ما قالوا البنات هيفضل عندنا هياخدوا الجنسية بتاعتنا ومش هياخدوا الجنسية المصرية، ورجعوا ولاده مصر. ورجع عرابي ولم يستقبل الاستقبال الذي يليق به. ليه بقى؟ لأنه هيقول لك أنه لما تقعد تدق على حاجة الناس بتصدقها مع الوقت. فالناس نسيت خالص أن عرابي قام بثورة مع ضباط مصريين على فكرة مش لوحده، وبقت اسمها هوجة عرابي، فالناس بنسميها هوجة عرابي، وأن عرابي ده كان راجل مش كويس. طب هو مش إزاي؟ الخديوي لما رجع في حماية الإنجليز رجع عابدين قال اعزلوا بقى عرابي، ولمهم ولموا على فكرة كل القيادات المفتي والبتاع والشيوخ ودول كلهم، واتنافوا طبعا، اتنافى أحمد عرابي الكبار بقى، أحمد عرابي محمود سامي البارودي ده كان باشا برضو وكان رئيس وزراء وكان شاعر عظيم، رب السيف والقلم، محمود سامي البارودي رب السيف والقلم، واتنفى وقعد هناك برضو 18 سنة ورجع لما اتعمى وكان حيموت خلاص فرجعوه. لكن كل ناس كتير بتعيب على عرابي ان هو استعطف او ترجى الانجليز عشان يرجعوه. هنا المسألة مسألة نفسية بحتة. الواحد لما يغيب عن بلده 20 سنة وبعدين يبقى عايز يرجع ممكن يعمل ايه؟ انت ممكن تعمل حاجة وانا اعمل حاجة وده يعمل حاجة وده يعمل حاجة، لكن كل الحاجات على فكرة مفيش فيها حاجة غلط، يعني مفيش فيها جريمة كبرى. ومات عرابي في بيته في المنيرة وحيدا حسب ما مكتوب في هذه الكتب. أظن زميلنا العزيز الدكتور خالد منتصر كتب مقالة مهمة في الحكاية دي وحكى الحكاية دي، أنه جاله الصبح بتاع اللبن والزبادي، جاله الزبادي وراح حصل له زي غيبوبة كده، قعد على الكرسي بتاع الزبادي وضع أنه مهتمش، مشي رجع تاني يوم لقى قضي الأمر، ويقال أنه كان في مشكلة في الكفن والدفن والبتاع، لكن الحكومة كان داخل عيد فصرفت المعاش بدري فقدروا يعملوا الإجراءات، وخرج عرابي إلى مسواه الأخير والناس في مصر تحتفل
بقدوم العيد، وبعدين قال له ده عربي مات. قال له كان لسه عايش، ده احنا فاكرينه مات من زمان. لكن على فكره عرابي مش هيموت، وهيفضل التاريخ يقول عنه كده ويقول عنه كده ويروح كده ويجي كده. لكن احمد عرابي ضابط مصري كبير، انت ممكن تحلل مواقفه زي ما انت عايز، لكن تهينه لا، لانه مفيش حاجه خالص بتقول ان عرابي كان عايز مصلحه شخصيه بحته، مفيش. فعايز تقول ان عرابي ما كانش عامل ثوره، قول عايز تقول، لكن اهانه لزعيم مصري بالشكل ده انا شخصيا بزعل منها جدا. ولازم يعني انا بدعوكم حضراتكم انه رايي دوت، انا مش بقول رايي، انا بقول الحاجات اللي موجوده في الكتب، انك انتوا تقروا ده شمال ويمين وده شمال ويمين. يعني مصطفى كامل لما قال ان عرابي ما كانش ليه حق يعمل كده، وعنده حق مصطفى كامل، لكن برضه عرابي ممكن يكون معذور. لكن الدنيا دايما بيبقى فيها حاجات غريبه، وراح عرابي واحمد شوقي والناس دي كلها، وفضلت الطابيه رغم انف الجميع اسمها طابيه عرابي. وخلي بالك كمان وهو راجع مكسور وعجوز ودقنه بيضة، جاب أول شجرة مانجا من بره لمصر.